الرحيم فصلنا البونشو درناه في هدف واحد لاطاي صغيره يعني قياس هاد سيختو هذا ديال اليوم درتو قياس ديال 8 سنين هذا اللي في الاحمر الطريقه ديال الخياطه يعني كي تيتخدم الكبير كي تيتخدم الصغير اليوم عاود اختاريت واحد الكول اللي غادي نركبو قدامكم باش يبان لكم الشكل ديالو النهائي والشكل اللي غادي يعطيكم الكول راه ديجا درنا ليه الدرس ديالو يعني هو داير بانانا من هنا كي تيتسمى كول بانان ومن هنا بوينت في لا بوينت يعني في ديك الزاويه ولا التقنيته ولا شوف كيفاش غادي نشرحها البونشو راه خدمته في مربع دونك الخياطه الاولى اللي غادي نخيط هي الكتف الكتف اللي ما مخيطش دونك غادي نخيط الكتف اللي ما مخيطش بالنسبه للثوب اللي عندي راه البولير هو باش خدمت كنصيحة يعني وحنا خدامين بها الصباط ديال البلاستيك الله يمازمي ليا عليه الله يجازيك بخير الصباط البلاستيك يعني صباط اللي كينفع لهذوك التواب المطاطية عندنا الصباط العادي هو هذا يعني هذا حديد ميتال او لا لافوند الهند ولا المهم الفولاذ وهذا ديال البلاستيك يعني هاد السنينات هاد الرجلين ديالو بلاستيك كيسهل عليك الخدمه ديال الاثواب المطاطيه والاثواب اللي كتسوقي فيهم لا ماشي كنصيحة بالنسبة للأخوات اللي تيكون عندهم في إلا ما عندهاش يعني إمكانية اللي باش دير هاد الصباطة ولا ما لقاتوش هو راه رخيص كيدير شي 15 درهم يعني شي 15 درهم هي اللي كيدير ما عندناش امكانيه ما لقيناش ماشي الامكانيه ما لقيناش حنا هاد الكانيت بالنسبه قلت اللي ما لقاش ما صابش هاد الصباط هذا يعني هاد الدواس راه ممكن يشد الصباط ديالو العادي وتيدور عليه السكوتش جوج مرات كيفتح هاد البليصه هادي اللي كدوز انا كنشقها بالمقصه ولا بزيزواره ولا بموس صافي وكنركبو راه كيادي الدور ديال الصباط تاع البلاستيك نرجعوا للموضوع ديالنا خيطنا الكتف هي هذه خياطه ديال الكتف تنفرق الخياطات كندوز دو كوتور ديال هذه كتجميل ندوزها واخا هي على كتف واحد ندوزها كنمشي عليها كي كنخدم هاد لا كوتور هادي هاني غنشرح لكم كنحل الخياطه من الداخل هكذا كنحلها وحده يعني كنحلها كتولي عندي الطرف على اليمين طرف على اليسار ملي كنبغي نخيط انا في الوجه كنقاد الصباط مع الخياطه الاولى المتوسطه يعني الخياطه الوسطيه الوسطانيه راه ممكن تكيو الخياطات بجوج الجانب واحد بالنسبه لهاد البولير راه ما كيتسربش راه يعني ما تحتاجيش تسورجي بزاف فيه يعني غير شي بلايص بحال لا فينيسيون في التحت هي اللي تقدري ديريها اللون باللون اما المرتبقه ممكن تتغاضى عليه الا ما عندكش السورجي ممكن تتغاضى عليه والا كانت راه من الافضل انك تدوزي السورجي ديالك هذه كوتور كتبين غير هكا كتنفخ شي شويه الثوب كتعطي حتى هي واحد المنظر نجيو للكول طريقة الفصالة وراه كنزرب شوية باش ما نطولش في الفيديو الكول ها هو كنقلبو على القفا ديالو كنسد الجهة اللي قلنا فيها الزاوية غادي نسدها بكوتور اين فوا سديتها طبيعة الحال كنديكاجي القناة يعني كنخويهم من هذاك النفخ الخياطة نقلب نقاد الكول ديالي باش يبقى ديما الوسط ديالو مشدود منتصف ديالو هادي جهه راه متنيه ويلا ما صبتيش راه ممكن تشقيه بالمقص وتخيطيه وتزديه الا ما لقيتيش في الثوب يعطيك كندوز عليه واحد الصباط حتى هو باش ينفخ ليا الكول كنقلبو على هذاك الجماليه اللي كنقولو عليها وانا تنقاد من هنا يعني هاد التحت كنصاوبو باش ما يجينيش الكول عوج ما يجينيش الكول مفتول
وراه غادي تلاحظوا بانه راه عرضت الخياطه، راه تقريبا خديت فيها ماشي 0.5، خديت فيها تقريبا 1 سنتيمتر، لان هذا توب غليظ وبغينا يبان من الفوق. بهذا الشكل يعني ها المنظر اللي عطانا، كتبان هذه غليظه. خيطنا الكاب يعني ديجا مسدود، راه بحال اللور بحال القدام فيه، يعني في الصاله اعطينا بحال الظهر بحال القفا، بحال باردون بحال الوجه، بحال الامام بحال الخلف. حنا كنجيو دابا كنشدو الكتف، هو هذا كنقاد عليه هادي من راسه، وانا كنخيط تنحاول ندير شويه نتيري شي شويه الكول ديالي باش يبقى مجموع. فوالا بون البنانه، يعني الكول الجهه اللي فيها بحال في صاله البنانه، كنجيب الراس ديال البنانه مع الخط ديال الكتف اللي مخيط باش ما نتلفش، كنحطو بحال ما هكا لوجع على لوجه، وكنمشي دوره لتسهيل نقلاب الكاب للداخل باش ما نتزيرش في وسط الماكينه. هذه راه الناس اللي كيخيطوا راه غادي يفهموا هذه المساله. هذه المبتدئه خلي راسك تتزيري وراه غادي تفهمي على التنتيه وغادي تفهميني علاش كنهضر. فوالا نقاد الكتف مع الراس ديال البنان، ومن طبيعه الحال راه عندي بزاف ديال الشكل ديال الحطات ديال هاد هاد بلا ماشي طراجم، الحطات ديال الكول. بغيت نحط هذا فوق من هذا، بغيت يعني بون نجيوها بشكل اخر باش تكون واضحه. بغينا نحطو هذا فوق من هذا هاك باش منين يطيح غادي يبقى ديما هذا واقف، ولكن هذا غادي يطيح طيحه خايبه. بغينا نحطو هذا فوق من هذا، راه ممكن نجمعو من الديبار ندير لهم بحال ما هاك ونخيطو فوالا، وملي كيتلبس كيطيح هذا وتبقى هذا واقف. هي اللي غادي نخدمو كاع تجينا مزيانه. الوغ قلنا دروك غادي نبداو بهذه، نحطو الجهه العريضه هي الاولى، نديكاجيوها فينا هو الكتف، نديكاجيوها على الكتف بواحد لاكوازور يمكن غتعطيني 6 في 6 هي 8، غادي نخلي هنايا 8 سنتيم، ونجي كنخيط ونتمنى لا نكون قلبتو، لأنه شحال هادي ما خيطتش هاد الشكل هذا. كتلاحظو كنتيري شي شوية الكول باش يبقى مجموع ميبقاش طايح، يعني كي تنقولو ليها مترع. النصيحه اللي كيما كنعطيها لكم البنات هي انه التجربه والتجربه، التجربه راه ما غتكسبوهاش وما غاديش تعرفوا. خذوا بادره لريوسكم، هزوا طراف تعلموا فيهم، ديروا شي حاجه، حاولوا نتوما ديروا شي حاجه، حاولوا محاولات، يعني نبدا نحاول ندير محاوله باش نصنع شي حاجه نقادها انا لراسي. الى غلطتي راه ماشي اشكال، راه ما غادي تحاسب معاك حد، راك كتعلمي. راه لو كون كان كل واحد كيتزاد معلم راه ما غاديش نحتاجو مدارس وما غاديش نحتاجو تكوينات. تقطع الخيط دونك غادي المهم خيطنا الكول، كيف قلت البنانة ها هي، يعني البنانة تتبقى واقفة، الكول الجهة المقنطة راه كتبقى طايحة. هادي ست مانكان كبيرة عليها، داكشي علاش كيتجبد نورمالمون خصو يدير بحال هاد الشكل هدا ويطيح. يعني هذا هو الشكل النهائي ديال القط ديالك، سورجي اولا ممكن تكراطي، ممكن تفينيه بالبي، ممكن تخلي عليه السفيفه شبيكه شي حاجه، تيبقى لك انت اختيار ديال هذيك المسائل. بالنسبه للكول هنا اون فوا كديري السورجي ديالك، من الاحسن تكيه هنا، دوزي واحد 0.5 هنايا باش تقبتي هذيك الخياطه ما تبقاش كطلع وما كتبرزتش البنيه حتى في اللباس ديالها. هذا هو المنظر الاخير، يعني الشكل النهائي ديالو هو هذا.
بصحة وراحة وتهلاو ليا في بنيوتاتكم، لبسوا ليا بنيوتاتكم الله يرضي عليكم ويرضي عليهم حتى هما واحد.